خلي بالك وانت ماشيه، تمشي على الرصيف لحد المدرسه، ما تنزليش من على الرصيف لحد ما توصلي، فاهمه؟ وتركزي وما تقوليليش رجعت ومش فاهمه. عبد الله يلا يا ابني تعالى شق ريقك معانا قبل ما تنزل تشوفك لعيشك. ايه ده؟ الله اكبر. صباح الخير يا ام. صباح النور. ايه يا ابني الحق؟ انت عندك حقيقه ولا ايه؟ لا اصل انا ما نمتش طول، قصدي صحيت صليت الفجر قلت اطهر البيت شويه. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله، الله اكبر. انت بتعمل ايه يا عبد الله؟ في ايه يا عبد الله؟ حرام عليك، انت استشيخت ولا ايه؟ طول اليوم القران شغال وليل ونهار البخور يا اخي، حرام عليك، خنقتنا من ريحه البخور ده. الله، ده تطهير، البخور تطهير والقران تحصين. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر. الله، صباح الخير يا نادي. خد يا حبيبتي امسكي كده عقبال ما اخش. مالك يا بت؟ ايه يا عبد الله؟ مفيش، انا بس تعبانه شويه. تعبانه مالك؟ حاسه كده ان انا دايخه وعينيا مزغلله وبشوف. بتشوف ايه؟ حاسه اني بشوف الحاجه اتنين. حاجه اتنين فين؟ بتشوفيها في الصاله ولا في المطبخ؟ جرى يا عبد الله، ده شويه برد عادي يعني. انت عندك برد؟ ما انا ناقص قطع خلف. خد امسكي بخار عقبال ما استحمى. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. اقفل الباب عليك يا عبد الله وانت بتستحمى. انت تستحمى والباب مفتوح؟ ايوه انا استحمى والباب مفتوح من هنا ورايا، اصل بخار المايه بيخنقني. يا سلام يا اخويا، بخار المايه بيخنقك والبخور اللي خانقنا ده ما بيخنقكش. يا بنتي البخور ده تطهير، تطهير، واعملوا حسابكم، مفيش واحده فيكم هتستحمى وتسيبي الباب مقفول، الباب هيفضل مفتوح. احنا كلنا اسره واحده، ها؟ يعني ستر وغطى على بعض. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. لا حول ولا قوه الا بالله. عوضك على الله يا فاطمه. الوضع اللي انت مسنود عليه مخه لحس. يما يما حرام عليك يما، برشام قبل الاكل خلص ما بتقوليليش ليه؟ والله ما له لازمه يا بنتي، هي مصاريف على الفاضي، احنا اولى بالفلوس دي. ده احنا اللي ملناش لازمه وهنفضل كده ملناش لازمه على طول، طول ما بنتك مصره تعيشنا في الفقر اللي احنا فيه ده. فيها ايه يعني؟ فيها ايه لو لينت دماغها شويه لابو الشوق؟ ده بيحبها والله العظيم، بيموت في التراب اللي هي بتمشي عليه، وبعدين بيلعب بالفلوس. لا وهنلعب معاه. والنبي يا اما ما تنسي تاخدي الدواء، انا رايحه الشغل كده برضو من غير ما تسيبيلي قرشين اشتري بيهم سجاير بدل الشكوك اللي انا عمال اعمله في الدكاكين ده. لا ما هو مش جديد عليك، انت اصلا مديون لطوب الارض. سلام. روحي يا بنتي شغلك، ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويبعد عنك ولاد الحرام. 5 جنيه ماشي، 10 مصري بقى. وانت يتوب عليك من السجاير والمزاج وقعدة الشلة الفاسدة يا رب. بتدي عليا يا ام سماح، الله يسامحك. يا راجل شوف لك شغلانة، شوف لك شغلانة بدل قعدتك في البيت زي الولاية كده. ما انا قاعد يا ام سماح، يمكن تعوزي حاجة كده ولا كده اعملها لك، يعني مفيش حد معاك. والنبي قراري. يا سامبو خلصت الرجل يا ملك. يا استاذ ثانية واحدة وتمشي اهو. صباح الخير يا عبد الله. صباح الفول والفلافل، عامل ايه؟ الحمد لله. فطارك عندي النهارده بقى عشان قرش وملح. ماشي كلام. زيتك ايه؟ حلو. اتنين حلو كمان يا سامبو. جاهزين يا باشا اهو، اتفضل يا باشا. الله يبارك فيك. نهارك ابيض يا استاذ.